مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتهاون مع أي شخص في مختلف الزمان، سواء دلوقتي أو سواء قبل كده أو سواء بعد كده. رجعنا لحضراتكم مع واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كانوا موجودين في بداية عمره مع الناشئين، تألق مع فريق الشباب، تم تصعيده إلى الفريق الأول لكن بيخرج بعديها إلى الدوري الممتاز، سواء لنادي مصر للمقصة أو لنادي وادي دجلة علشان بعدها يخوض تجربة احتراف في السعودية. هنتكلم معاه أكتر وهنعرف إيه خطوته الفترة اللي جاية. مشرفني ومنورني معايا في الاستوديو لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن إسلام عادل. ازيك يا إسلام؟ ازيك يا عمر؟ أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خدناك من الطيارة على الاستوديو على طول. عمر البنوبي يعني مش طبيعي، اكتف بطريقه مش طبيعيه. لا ما لحقتش استلم الشنط، لقيته بيقول لي انت معانا بكره في قناه الاهلي، وهو عارف ان انا مش هقدر ارفض بيتك ولا عمر البنوبي ولا عمر ربيع ياسين ولا النادي الاهلي طبعا. لا طبعا مشرفنا ومنورنا والحمد لله على السلامه. و يعني قبل ما ابدا معاك عايز اعرف تجربتك وتقييمك للفتره السابقه من وجودك في الدوري السعودي. والله طبعا الحمد لله، دايما انا دايما كل التجارب اللي انا مريت بها في حياتي، انا ليا شرف ان انا بدات في النادي الاهلي واحنا كنا مع بعض في فرقه واحده في النادي الاهلي. هجيلك بس نخلص السعوديه. فانا دايما كل التجارب اللي بمر بيها ببقى سعيد جدا بيها وبعتبرها تجارب ناجحه، حتى لو في النهايه ما مشيتش بالطريقه اللي انا عايزها، هي كده كده بالنسبه لي بتبقى ناجحه، لان بحاول على قد ما اقدر من الخبرات اللي انا اكتسبتها في حياتي ان انا لما ادخل اي تجربه استفيد منها على قد ما اقدر، واحاول اسيب بصمه كويسه في المكان اللي انا ابقى فيه. في بدايه التجربه انا كنت حابب ان انا اخد تجربه الاحتراف والكره السعوديه. الفتره الاخيره ابتدت تتطور، ابتدى يبقى فيها دعم مادي كويس، ابتدى يبقى فيه عدد محترفين كبير، الدوري بقى شكله كويس، فانا كنت حابب ان انا اخوض التجربه. اتكلمت مع وكلاء كتير علشان ان انا اخوض التجربه دي، ولكن جالي نادي اقل من اللي انا كنت عايز اروحه في الدوري السعودي بشويه، لكن فكرت في الموضوع واستخرت، وكان في جنبي شويه عروض كده، لكن كان قراري ان انا اروح السعوديه يمكن اكمل والامور تمشي كويس. رحت نادي اسمه نادي الجندل السعودي، الامور هناك كويسه، الناس محترمين، لكن الدوري شويه برده مش قوي، كانت الدوري مش قوي، امكانيات النادي نفسه كمان كانت صعبه شويه، خاصه الامكانيات الماديه، فكان الموضوع انت عارف طبعا الماده اهم حاجه في الكوره طبعًا. يعني طبعا. فاذا ما توفرتش الامكانيات الماديه بعد كده بيبقى في مشاكل كتير. من الاول للاخر ما كانتش الامور الماديه متوفره بشكل كويس. ابتدينا الدوري بشكل معقول، فضلنا اول 8 جولات اول الدوري لحد ما جت، يمكن كان فاضل 3 مباريات والدور الاول يخلص، لعبنا مع فريق الامل بيلعب فيه شهاب الدين احمد اللي هو برضو نجم النادي الاهلي طبعا، وخسرنا المباراه دي 1-0. من هنا بقى ابتدى يحصل الدروب يعني، وللاسف النادي كانت مشكلته الوحيده ان هو طموحه مش انه يصعد، كان طموحه ان هو يبقى، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي في الوقت ده، ان هم انا كنت فاهم ان احنا المفروض نصعد، فلقيت طموح النادي ان هو يبقى، فبالتالي انت امكانياتك بتوازي طموحك او انت اهدافك الفتره دي هتبقى على قد طموحك، انا عايز ابقى فهعمل الحاجات اللي تخليني ابقى. فيمكن الهدفين انا ما اتعودتش ان انا العب في نادي ما بينافسش او النادي يبقى موجود وخلاص يعني سد خانة، انا اتعودت على كده في النادي الاهلي، انت عارف الكبرياء بتاعنا عامل ازاي. والامور الماديه ما كانتش يعني ماشيه بشكل كويس، لكن الناس بكن لهم كل تقدير واحترام لانهم احتضنوني جدا من اول ما رحت، وفروا لي تقريبا كل الامكانيات، عاملوني بالشكل اللي بيا جدا طول الوقت، وفي النهايه لما لقيت الامور هتبقى اصعب، مفيش منافسه، بالاضافه ان الامور الماديه شبه منعدمه، اتفقت مع الناس يعني بالتراضي انه احنا ما نكملش مع بعض، لان خلاص اهدافنا اختلفت يعني. لكن انا فخور جدا بالتجربه، فخور جدا بالناس اللي انا قابلتها في السعوديه، شفت ناس كتير، شفت سوق لعيبه مختلف، طريقه لعب مختلفه في اسيا. مش عايز اتكلم كتير اكتر من كده عن التجربه دي، لكن هي تجربه الحمد لله عدت وخلاص انتهت لحد كده يعني. ده السبب اللي خلى اسلام عادل ان يفسخ تعاقده مع النادي، بسبب ان الطموح اللي كان موجود ما يرضيش طموحات اسلام عادل؟ مظبوط. انت عارف انا زي ما قلت لك احنا طالعين من النادي الاهلي اتعلمنا طول عمرنا ان احنا ننافس، حتى لو انا فرقتي مش احسن فرقه انا عايز انافس يعني. الطموح ما تماشاش مع طموح النادي، ابتدى النادي يقع،
بالاضافه لامكانيات النادي نفسه، عندهم ملعب كره قدم سيء جدا يعني ما تقدرش تتمرن عليه، امكانيات النادي الماديه، امكانيات النادي الفنيه والاداريه زي ما بقول لك هم ناس محترمين جدا، لكن محتاجين شويه دراسات وشويه علم وشويه خبرات في مجال الاداره وشويه حاجات كده، هم لسه بعيدين شويه عن الاحتراف يمكن علشان النادي صغير، فالامكانيات مش موجوده، اهمها الامكانيات الماديه والاداريه، فبالتالي كان صعب جدا، ما كانش هيبقى مفيد ليا ولا ليهم انه انا ابقى موجود يعني. طيب اسلام، عايز اروح معاك واقول لك، شايف تجربه الاحتراف اتاخرت شويه على اسلام عادل، ولا اسلام شايف ان هو كان في خطواته ماشي بخطى ثابته، ولا اسلام كان يتمنى ان هو كان يحترف في اوروبا وممكن كانت تيجي الخطوه دي بدري شويه؟ انت عندك حق، هي اتاخرت كتير، ما اتاخرتش شويه، علشان كده انا بقول لك انا لما قررت انه انا اوافق على التجربه والنادي صغير علشان هي اتاخرت، ومش عايز ان السي في بتاعي يبقى خلص من غير تجربه احتراف، فهي اتاخرت كتير، ممكن طلعت بدري شويه. فانا كنت طبعا يعني كنت اتمنى انه انا بدري شويه اخد الخطوه دي، ويمكن جات لي اكتر من مره، لكن مره وانا في مصر المقاصه جالي حاجه في اليونان، لكن في مصر المقاصه المسؤولين تمسكوا يعني بوجودي، وانا احترمت التعاقد مع النادي وكنت مؤثر في الفريق وكان وجودي مهم يعني، جات لي مره تانية لكن برضو ما وفقتش فيها، ما حصلش نصيب يعني ان هي تكمل. وبعدين الامور مشيت بالشكل اللي مشيت بيه، يمكن انا كنت لازم ابلان احسن من كده شويه، لو الزمن رجع بيا اكيد طبعا ما كنتش همشي بنفس الستبس اللي انا مشيت بيها دي، لكن في النهايه هو ربنا اختار لان الامور تمشي كده، وانا الى الان سعيد باللي وصلت له يعني. يعني اسلام، انت من ناشئين النادي الاهلي، من اول حاجه اللي لعبت فيها في حياتك النادي الاهلي على ما اتذكر، يعني انت اصلا من المنصوره، لكن عايز ابدا معاك من البدايه، فاكر بدايتك كانت عامله ازاي؟ وجودك ما شاء الله من اول يوم في النادي الاهلي لحد اخر يوم، مرورا بقى بفرق الناشئين بمختلف الاعمار، فريق الشباب، الفريق الاول، عايز اعرف تحكي لي سريعا على تجربتك، وعايز اعرف ايه اللي حصل في رحيلك عن النادي الاهلي. والله يعني انا النهارده حسيت يعني ان انا لسه في النادي الاهلي، ريحه النادي الاهلي موجوده في الـ في الـ في, الـ في الاستوديو، والناس اللي قابلتها وانت كمان يا عمر. لا يعني احسن حاجه حصلت لي في حياتي يعني، ناس كتير قوي على مدار التاريخ، رموز كتير جدا حاولت ان هي ترفع من اسم النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ككيان لوحده هو اللي قدر يعلي من كل الناس اللي لعبت في النادي الاهلي، ان اسمي يرتبط باسم النادي الاهلي ده شرف هفضل معتز بيه لحد ما اموت، هفضل ادافع عن النادي الاهلي وافضل فخور ان انا لعبت في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي وكسبت بطولات مع النادي الاهلي على مدار سنوات طويله جدا، ولعبت مع الفريق الاول مرورا بفرق الناشئين كلها طبعا، واخدنا بطولات في فرق الناشئين كلها، فطبعا اسعد حاجه حصلت لي في حياتي يعني وحلم كل الملايين الشباب وملايين اللعيبه كلها ان هم يلعبوا في النادي الاهلي سواء فريق اول او ناشئين، اضاف ليا كتير جدا من ساعه ما مشيت من النادي الاهلي لحد النهارده، وانا اسمي مرتبط باسم النادي الاهلي، الناس كلها ما حدش ناسي ان اسلام عادل ابن النادي الاهلي، انا على تواصل مع كل رموز النادي الاهلي ومع كل اللعيبه ومرتبط ارتباط قوي جدا. مرتبط ارتباط قوي جدا. فاكر الصوره دي يا اسلام؟ طبعا كابتن حسن حمدي طبعا بالظبط. ده مؤمن زكريا قاعد اهو، طبعا انت عارف الفرقه كلها. طب فاكر، طب انا هسالك سؤال اصعب، فاكر الصوره دي مناسبتها كانت ايه؟ كان بيتعاقد النادي الاهلي مع الشركه الراعيه، مع الشركه الراعيه، وكانوا طالبين لعيبه من قطاع الناشئين. مظبوط. فتم اختيارك انت ومؤمن زكريا. مؤمن زكريا موجود تحت الكابتن حسن حمدي اللي نايم في الصوره. ده اسلام بالزبط. طبعا بما انه يعني اشقر فهو مش باين في الصوره، موجود على يمين الشاشة يعني على شمال الكابتن حسن حمدي، معدي اللعيب اللي بعديه على طول. فدي كانت يعني لقطات مهمة جدا، وانت يا اسلام عصرت شخصيات هامة جدا، وقابلت يعني قابلت سواء الكابتن صالح سليم الله يرحمه، الكابتن حسن حمدي، او الكابتن الخطيب. مظبوط. اكيد ذكريات مش لا يمكن تنساها اسلام يعني. هنا برضو دي على ذكر الكابتن صالح سليم، كابتن صالح، الكابتن محمد رمضان، كابتن بدر رجب، والكابتن محمد السيد، والكابتن فريد شوقي. يعني دول ابرز الاسماء اللي كانت موجوده في استراحه الناشئين لنادي الاهلي. استاذ فتحي كشك مدير الاستراحه بالزبط. مين بقى ابرز اللعيبه اللي انت ممكن تقول لنا عليها اسلام؟ يعني الصوره دي موجود فيها عبد الله جلال،
تمام، عبد الجلال واقف يعني ورانا هو، عبد الجلال وفيليكس واحمد مجدي ويمكن شريف اشرف موجود في الصوره، شريف اشرف موجود باين، احمد مجدي طبعا، احمد مجدي ومصطفى شبيطه كمان جنب الاستاذ فتحي كشك زي ما انت شايف اهو، طبعا شبيطه وصغير، وفي شادي حجاز الجول اهو، بسام، احمد عبده، احمد عبده طبعا، محمد طارق، محمد طارق وحسن هو كمان، كامل وتوتا يمكن كمان ده اللي موجود، احمد ممدوح توتا، وعصام، وعصام عادل وكريم فايد الله يرحمه. اه لا الحقيقه يعني ذكريات جميله، بس الاهم من ده كله انتوا جبتوا الصور دي منين؟ يعني هو ده الاهم النهارده من حلقه الصور، محدش بيجي غير وبيقول لنا جبتوا الصور دي منين؟ دي نفس طيب الصور، دي نفس الحفله اللي انت كنت موجود فيها، لكن مع يعني اللعيبه اللي كانت بتبقى مثل اعلى لكل اللعيبه الصغيره اللي كانت موجوده، الكابتن عصام الحضري، الكابتن حسام غالي، كابتن محمد فاروق، والكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمد عمارة، حفيظ والكابتن محمد عمارة، ودول الاثنين المشرفين استاذ عادل استاذ خالد، مظبوط. يعني بنتكلم على ان في وقت انا عارف ان انت كنت بتحب حسام غالي جدا جدا، كنت بتحب طريقه لعبه، كنت بتحب اسلوبه في الملعب جدا، وناس كتير كانوا بيشبهوا طريقه لعبك بطريقه لعب الكابتن حسام غالي، لكن ذكريات اكيد يا اسلام يعني ناس كتير ما تعرفش الكلام ده كله. احنا بنعرض الصوره بقى والصور دي لاول مره، ودي الصور دي طبعا دي فيها ناشئين النادي الاهلي، كان عندنا 16 سنه والصوره دي انت موجود فيها، كان كابتن احمد ماهر الله يرحمه كان مدير قطاع الناشئين، من انجح رؤساء قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كمان وجوده في نادي النيل وكمان في الفريق الاول اضاف خبرات كتيره جدا، كابتن عادل عبد الرحمن كان المدير الفني في الوقت ده، كان بيعاونه الكابتن محمد سعد، وكان طبعا كابتن عبد الله عبد الله عيد المدير طبعاً الاداري، كابتن ناصر طبعا، وكابتن امن بسيوني وطبعا، واللاعبين، وانت كنت موجود زي ما بقول لك في الصوره دي. طب يعني عايزين نشوف يعني، بص الصوره دي فيها فيها الشناوي واقف على واقف على اليمين على على الشمال خالص على على يمين الشاشه، ده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي حاليا، الحالي الحالي، مؤمن زكريا كمان هو تحت في مؤمن زكريا قدام الكاس بالظبط جنب احمد الناصر، مؤمن زكريا تحت الكابتن احمد ماهر بالظبط، محمد ناصف موجود، محمد ناصف موجود يعني عدي لعيب بعد مؤمن حسن محمود بعديها محمد ناصف بالظبط، فوق خالص بقى فوق الكابتن عادل عبد الرحمن، ده مين بقى يا اسلام؟ مين ده؟ انا. ده انت، انت ليه الصوره بعيد كده؟ يعني الصوره بعيد كده، انا اتشرفت ان انا اكون موجود في قطاع الناشئين النادي الاهلي طبعا، يعني لعبت لفتره طويله طبعاً، لكن طبعاً. كمان اسلام عادل، يعني اسلام عادل لو هنعدي الكابتن احمد ماهر، كابتن ايمن بسيوني، هو اسلام عادل موجود فوق الكابتن ايمن بسيوني، نجوم كتيره جدا ولعيبه كانت موجوده في قطاع الناشئين يا اسلام، لكن بقى ظروف الفريق الاول وان مستر مانويل جوزيه طبعا في الفتره كان فيها نجوم كتيره جدا الوقت بيلعبوا ده، اعتقد كان صعب ان الوقت ده كان النادي الاهلي بيعمل ريكوردز كتير قوي في الوقت دوت، وكان النادي الاهلي دي مع كابتن هادي خشبه. طب انت فاكر فاكر ايه اللي حصل في الندوه دي؟ كانت ندوه كان كابتن عادل عبد الرحمن كان عايز يجيب لنا شخصيه او مثل اعلى لينا كشباب، فكان الوقت الحالي كابتن هادي خشبه كان كابتن نادي الاهلي بالزبط. فكان موجود معانا، انا كنت موجود ورا مستخبي خالص عشان كنت لابس لبس مخالف، انا كل الصور مش باين من كتر ما انا منور. يعني طبعا الكابتن هادي خشبه موجود، مؤمن زكريا موجود، الشناوي موجود، الشناوي موجود على الشمال خالص اللي قاعد اللي قاعد اول واحد، انا فوق الشناوي الراس اللي طالعه ما بين محمود عبد النبي والتوني بالزبط. يعني الاثنين لعيبه انا موجود ما بينهم، مؤمن زكريا موجود طبعا بالزبط. في لعيبه تانية موجوده، هيثم عبد الكريم موجود طبعا، هيثم محمد طارق تاني، احمد طلعت، احمد ممدوح، وباسم هشام، باسم هشام، باسم هشام، ومحمود عبد النبي، واحمد كامل، وتوني، يعني جيل بصراحه، احمد سعيد ميدو، وميدو طبعا. الحقيقه يعني لحظات، يعني بص رجعتوني تاني لايام زمان، بشكرك يا عمر يا بنوبي جدا على، انا عارف ان انت طبعا ورا الصور دي اكيد عامل مجهود كبير عشان عامل مجهود جبار الحقيقه، انفرادات طبعا طبعا. في صور تاني يا جماعه ولا خلاص كده علشان ما يتبهرش اكثر من كده؟ لا لا طيب لحد ما نشوف في صور تانية، لا هم شغالين يعني عمالين يعني يجيبوا، ما تقلقش اسلام. يعني رجعتك زي ما قلت لك لذكريات يعني مهمه جدا، وكانت سبب في وجود اسلام عادل كلاعب كره قدم. هنتكلم على الجزء الثاني، ليه مشيت من النادي الاهلي؟ والله زي ما قلت لك، احنا كان صعب جدا ان حد يبقى موجود في النادي الاهلي في الفريق الاول في الفتره اللي انا كنت موجود فيها. انا اتمرنت طبعا من وانا 17 سنه مع الفريق الاول، كان مستر مانويل جوزيه اللي كان متولي قياده النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان يعني كان في اسامي كبيره جدا، احنا كنا يمكن بنطلع في الاوقات بس سد خانه ايام بطولات افريقيا وكده لما كان الدوري واقف، فكان لما لعيبه النادي الاهلي يروحوا للمنتخب كنا احنا بنطلع مثلا 7-8 من الناشئين نسد خانه يعني. لكن يمكن دي صوره، دي صورتك مع النادي الاهلي في احد المباريات الوديه على ملعب مختار التتش، اسلام عادل
محمود محمود الكابتن نادر شيتوس عمرو الحلواني كابتن اسلام الشاطر الكابتن شادي محمد احمد سمير فرج فلافيو منضو حجازي عبد الله جلال. الحقيقه دي مباراه من المباريات اللي لعبتها مع مستر مانو الجوزيه. المباراه دي كانت قبل مباراه نادي الزمالك في الدوري، كان اللعيبه دوليين في المنتخب في الوقت دوت وكانوا راجعين، اعتقد يمكن كانت يمكن في 2006 يمكن او يا 2005 2006 في الحدود دي، وكانت المباراه اللي جايه مباراه نادي الزمالك في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، وانا لعبت المباراه دي وكان الكابتن علاء مهوب موجود في الـ في الـ في الجهاز في الوقت ده، كان من حسن حظي يعني، وطبعا انا كنت يعني اللاعب بتاعه في الناشئين يعني كان مدربي، فاتكلم معايا قبل المباراه وقال لي شد حيلك انت اصغر واحد في الفريق اللي هيلعب ده، وكانت اول مباراه ليا مع النادي الاهلي وديه، فطبعا كان مستغرب ان انا مش خايف من المباراه، فقال لي تعالى تعالى في ايه مالك انت هتلعب انت مالك بتسخن عادي كده ليه انت في الناشئين ما بتسخنش كده، فقلت له لا انا عارف ان انا ان شاء الله هعمل ماتش كويس لان انا عارف ان انا النادي الاهلي ومعايا لعيبه يعني كبيره وعارف ان ماتش اي ماتش بالنسبه للنادي الاهلي اللعيبه بتسهله يعني واسم النادي بيسهله. عملت مباراه كويسه جدا مع النادي الاهلي وسلسه جدا وكمان احرزت هدف في المباراه، ومستر مانويل يعني اشاد بيا جدا بعد المباراه دي، وكان في احتمال قوي انه انا يعني كانت مفاجاه يعني ان انا موجود في مباراه الزمالك، وده كان هيبقى حلم يعني، ولكن المباراه بعد كده اتاجلت يعني، لكن اتعلمت كتير جدا في الفتره اللي اتمرنتها مع مستر مانو الجوزيه، اتعلمت كتير جدا مع اللعيبه اللي انا لعبت معاها. التمرين حتى في النادي الاهلي مختلف عن المباريات الرسميه في الانديه الثانيه، اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كره قدم يعني، ده في رايي، واللي ما دخلش جوه النادي الاهلي وحس الاحساس اللي انا حسيته وكل اللعيبه حاساه دلوقتي، لا هو لما يعتزل هيبقى كانه ما لعبش كوره الحقيقيه اللي احنا شفناها جوه النادي الاهلي. الحقيقه هفضل طول عمري فخور جدا انه انا انتميت للنادي الاهلي، هفضل طول عمري فخور انه انا مثلت النادي الاهلي، ان انا كنت جزء من البطولات حتى على مستوى الناشئين. زي ما بقول لك يعني اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، فترات مهمه جدا يعني رجعتوني لايام اثرت في شخصيتي واثرت طبعًا في حياتي جدا لحد دلوقتي يعني. اسلام من الاهلي للمقصه، كنت موجود مع مصر للمقصه في اولى تجاربهم تقريبا، لا لعبت معاهم سنه في الممتاز بيها طبعا، ما ده اللي بتكلم فيه ان انت رحت المقصه كانت لسه معهم. فريق هيطلع لدوري الدرجه الاولى او دوري الممتاز. انتقلت ازاي وازاي لعبت مع فريق مصر للمقصه وتقييمك على تجربه مصر للمقصه، وكمان انت كنت واحد من كباتن الفريق اللي فريق المقصه كان محتفظ بيهم من بعد صعوده لدوري الممتاز. والله بص انا يعني في قصه غريبه شويه، انا وانا ما مشيت من النادي الاهلي كنت المفروض ان العب دوري ممتاز يعني، وبالفعل قعدت كنت العب في الانتاج الحربي كان اول سنه ليه، وكان المدرب كابتن طارق يحيى اخذ مؤمن تقريبا، ورحت انا ومؤمن ومصطفى صلاح لو تفتكر طبعا. فرحت انا ومؤمن زكريا وبعدين مضينا وكده كده كنا احنا تحت السن يعني، كنا ثلاثة وكان لسه هيجي اثنين لان السيزون ده كان خمس لعيبه تحت السن. وبعدين الامور ما مشيتش كويس شويه، حصل موقف كده مش مهم ان انا اذكره يعني، فما ارتحتش فاخدت قرار ان انا ما بقاش موجود يعني في وقت كان صعب جدا صعب جدا، ان يعني حتى كابتن طارق هيتكلم معايا وناس كتير كلموا معايا قالوا لي ما فيش وقت انك تلحق تلعب في نادي طب استشير حد، انا كنت قفلت وخلاص حاسس ان انا مش هيبقى ليا دور في المكان دوت، وكنت خلاص يعني هلعب في المنصوره، كان المنصوره السنه دي في الدوري الممتاز، لكن كابتن محمد عبد الجليل كلمني، كان ماسك في مصر المقاصه كان المدرب العام مع كابتن احمد عبد الحليم، وقال لي يا اسلام ايه رايك ما تيجي تلعب عندنا في مصر المقاصه وكده، ف يعني اتخضيت شويه انه انا هلعب ممتاز بيه وكده ونازل من النادي الاهلي وكل زمايلي تقريبا بيلعبوا ممتاز، لكن استخرت ربنا وتوكلت على الله يعني ولعبت في مصر المقاصة. رحت قابلتهم قعدت معاهم في الشركه، فلقيت طبعا استاذ محمد مجد قابلته اللي هو محمد عبد السلام وكابتن وليد هويدي، الناس يعني محترمين جدا، فحسيت ان انا هنجح في المكان ده كراحه نفسيه يعني، فقررت ان انا العب معاهم سنتين. لعبنا سنه في الممتاز كان الكابتن احمد عبد الحليم مدير الفني، لعبت تقريبا كل المباريات الحمد لله ربنا كرمني وعملت سيزون هايل وقدرنا نصعد للدوري الممتاز، كان معايا ايمن حفني وايمن كمال وحسين حمدي وعملنا موسم كويس جدا وصعدنا، وكملت بقى مع مصر المقاصه فتره طويله قبل ما اروح تليفونات بني سويف وبعد كده دجله وبعد كده المقاصه تاني يعني. من المقاصه لتليفونات بني سويف و يعني لعبت الانديه القويه يا اسلام ولعبت التجارب كتيره سواء في الممتاز ب او في الممتاز الف، يعني حصل لك اصابه او حصل لك في دجله اصابه رباط صليبي وانت عارف ان اكيلس 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 كانت اصابه قويه جدا، حصلت في توقيت وحش في مصر الجلبرتو
ده كان اشهر اللعيبه الوقت الحالي برضه اللي حصلت له الاصابه، راح اتعالج في البرتغال. لكن بعديه كمان احمد فتحي، يعني هي بتيجي للعيبه المميزه. يعني حظكم وحش جدا. لكن دايما اسلام بيعجبني الاصرار، اللي لو لاعب اتصاب وحصل له اصابه قويه جدا ان هو يرجع وبيعود من جديد. ازاي اتعاملت في الموقف ده، وايه اللي جه في دماغك بعد ما حصل لك اصابه ممكن تبطلك كوره؟ كان هل ايه بقى الشريط اللي عدى قدام عينيك ساعتها، خلاص انا هبطل كوره ولا انا عندي اصرار لازم ارجع اقوى من الاول؟ انا عارف انك بعديها رجعت لحرس الحدود وصعدت مع الفريق للدوري الممتاز، لكن انا اسلام عارف ان انت عندك عزيمه طول عمرك بتحب تبقى دايما تبقى احسن واحد في المكان اللي انت موجود فيه. والله بص، يعني الاصابه دي جات لي وانا في وادي دجله. وادي دجله من الفترات اللي انا معتز بيها جدا في حياتي، ويمكن احسن فتراتي في الكوره، اكتر فريق لعبت فيه بحريه وعملنا نتائج كويسه جدا مع كابتن حماده صدقي ومستر ماجد سامي. الحقيقه عامل نادي اوروبي موجود في مصر، موفرين كل الامكانيات. كنت سعيد جدا، كنت حاسس ان انا مش بعيد عن النادي الاهلي، يمكن اختلاف لون التيشيرت بس والجماهيريه طبعا. في وادي دجله عملت مباريات كويسه جدا. والحقيقه بص، الاصابه بتبقى اكتر حاجه صعبه على لعيب كره القدم، يعني ايا كان ايه حجمها بالظبط. الاوحش بقى كمان والأسوأ ان الاصابه تجيلك في وقت انت مميز فيه، او انت في التوب فورم، او وصلت لاعلى حاجه انت وصلت لها. توقيت الاصابه كمان بيبقى وحش جدا. فانا في التوقيت دوت قبل الاصابه باربع ايام او اسبوع، يعني كان في كلام ان انا هرجع النادي الاهلي. اتصل بيا احد الوكلاء اللي هو مش وكيلي، وكيل كبير جدا، اتصل بيا وقال لي يا اسلام النادي الاهلي عايزين حد في نص الملعب وانت مش اللعيب بتاعي. فانا رشحت اللعيبه اللي عندي وهم قالوا ان هم عايزينك وانا مش الوكيل بتاعك، فطلبوا مني ان انا يعني اتكلم معاك وكده. فانا تواصلت معاك، تحب ان احنا انت مش متخيل بقى لما قال كده، انا رميت التليفون على كنت قاعد في البيت، رميت التليفون كده وبعدين فتحت السبيكر وقلت له قول تاني، كان في حد يعني، قلت له قول تاني اللي انت قلته. انا اللحظه دي كانت بالنسبه لي انتصار ونجاح وتعويض بقى من ربنا عن الـ عن الـ عن الفترات الصعبه اللي الواحد مر بيها طول حياته. وانت عارف انا من وانا عندي 10 سنين وانا في النادي الاهلي لحد 20 سنه بعيد عن اهلي والواحد، وانت عارف التجربه كويس. وقابلت حاجات كتير صعبه جدا في حياتي، فحسيت ان في الوقت ده انا هرجع بقى النادي الاهلي، كان احسن حاجه، الحاجه اللي الواحد عايش علشانها يعني. طبعا. فقلت له طبعا طبعا طبعا، يعني شرفني طبعا. انا بس كنت ماضي مع حد كان يحيى علي وابراهيم وكلمتهم وفرحوا جدا، قالوا لي مش مهم احنا مش مهم ماضي مع مين، مش مهم انا مش وكيلك والكلام ده، المهم انك ترجع النادي الاهلي، كلنا هنبقى فرحانين يعني. بس فاستاذنتهم وطبعا قلت للكابتن تمام، يعني مش مهم الاسم، قلت له اوكي. وبعدين بعديها يعني في خلال اربع خمس ايام جات لي اصابه وتر اكيليس، ويعني في وقت كان ما كان عارف انت الصدمه اللي انا المفروض خلاص رايح النادي الاهلي في خلال الشهر ده يعني. بس عشان تحبوا الشر لكم بالظبط، لكن يعني الحمد لله رب العالمين يعني. هي دي كانت، هو ده كان تفكيري يعني، كنت حابب ان انا ارجع في التوقيت ده، لكن ربنا ما اردش يعني والحمد لله. وعملت العمليه وبعد كده رجعت تاني كملت مع وادي دجله، بعد كده رحت مصر المقاصه تاني، عملت موسم كويس كنت كابتن الفريق، وبعدين موسم تاني مع حرس الحدود، يعني صعب بقى كتير، بقى لها اربع سنين ونص يمكن. وبعد كده حرس الحدود، وبعد كده في السعوديه. لكن الحمد لله يعني سعيد بالتجارب اللي انا مريت بيها يعني. ممكن نقيم احسن تجربه لاسلام عادل بعد النادي الاهلي، هي كانت ايه؟ وادي دجله، مفيش شك وادي دجله، لان احنا انا كنت بلعب بصفه مستمره المباريات كلها تقريبا مع كابتن حماده صدقي، كمان احنا كنا عاملين نتائج كويسه، عملنا يمكن اول مره في تاريخ وادي دجله، تاريخ وادي دجله من ساعه ما صعد دوري ممتاز لحد يمكن هو صعدوا في 2010 يعني مع مصر المقاصه وسموحه، من ساعه ما صعدوا لحد دلوقتي احسن مراكز عملوها خامس في الدوري. كنت انا موجود في سنتين ان احنا اللي احنا عملناه فيهم خامس، وكنا مع كابتن حماده صدقي احنا كنا ثالث الدوري. كان يمكن الاهلي والزمالك واحنا، او الاهلي وسموحه واحنا، كنا احنا ثالث الدوري يعني معظم السيزون. وفي الاخر حصل عندنا شويه اصابات وخسرنا كام مباراه ورا بعض يعني، فبقينا خامس الدوري. فدي احسن تجربه بالنسبه لي، لان حتى وادي دجله من بعد ما انا مشيت لحد النهارده ما عملش المركز ده تاني. فحتى مستر باتريس كارترون كان موجود السنه اللي بعديها في وادي دجله، اللي هو كان مدرب النادي الاهلي، وهو برضه عمل نفس المركز اللي عمله كابتن حماده يعني، المركز الخامس. فكانت تجربه بالنسبه لي فروم اي تو زد، هي تجربه هايله وناجحه بكل المقاييس. تعاملت مع ناس بدايه من مستر ماجد سامي، مرورا بكابتن علاء بجريشه ومستر علاء نور ومستر حازم خيرت وكل الناس اللي موجوده في النادي، تعامل جيد جدا وتعامل يعني محترم جدا وتعامل راقي جدا. وزي ما بقول لك يمكن لو ما كنتش احترفت كاني احترفت في دجله. انا كنت يعني هقول لك، هل سبب نجاح اسلام عادل مع الانديه اللي لعب ليها سواء مقصة او دجله
هو استقرار الإداري اللي موجود؟ أنا دايما بدور على كده، يعني دايما بحاول أروح المكان اللي فيه استقرار إداري، وفي ناس راقية بتتعامل يعني مع لعيب كرة القدم بما يليق بيه، فأنا كنت دايما بدور، هو ده كان دايما طلبي أو ده دايما أول حاجة بدور عليها في المكان اللي أنا حابب أروحه. أنا لقيت ده في مصر المقاصة الحقيقة، كابتن وليد هودي يعني راجل هايل في مصر المقاصة، تعامل محترم جدا، اللي هو محمد عبد السلام طبعا، أستاذ محمد مجد في وادي دجلة زي ما قلت الأسامي اللي أنا لسه ذاكرها من شوية، ناس محترمة جدا. فالحقيقه ما تحسش انه انت بتعاني، يعني انت بتلعب في الملعب خلاص، كل حاجه متوفره، ما بتفكرش في حاجه، ما عندكش مشاكل، فلوس، مكافآت، كل حاجه، ما تلاقيش حد حتى بيتدخل في شغلك، ما تلاقيش حد بيبص لك بس وحش لو انت عملت مباراه وحشه ولا خسرت، لا، ناس محترفه عارفين هم بيعملوا ايه، كل واحد ماشي على اللاين بتاعه، كل واحد بيأدي دوره، في الاخر المنظومه يعني بتنجح او بتكتمل، انت كلاعب ما عندكش سبب يخليك ما تعملش اكتر حاجه عندك. فعلشان كده احنا كنا بنعمل كل حاجه عندنا. في انديه ثانيه بقى الادارات اللي فيها بتتدخل شويه في كره القدم، او وده ما بيبقاش شغلهم، فده بيأثر على اللعيبه، بتلاقي مثلا واحد في الجهاز ما عندوش اكسبيرينس التعامل مع لعيب كره القدم او ما لعبش كوره، مثلا كادر اداري بس، فبيبقى صعب التعامل، فبيعمل لك مشاكل شويه. فلكن ده مش موجود في وادي دجله، ولا موجود في المقاصه، معظم الانديه اللي انا لعبت فيها الحمد لله ما كانش فيها المشاكل دي. من الادارات للمدربين، انت اتمرنت مع المدير الفني الاجنبي ومدير الفني المصري، عايز اعرف ايه الفرق بين المدرستين عموما، بما ان انت لعيب كوره فاتمرنت وعارف جوه الملعب ايه الفرق ما بينهم، وعايز اعرف مين افضل مدير فني اجنبي اتمرنت معاه ومين افضل مدير فني مصري اتمرنت معاه. فرق بين الاثنين الاول. بص يعني هي الفكره، الفرق بين الاثنين، انا يعني دايما كنت اقول ان الفرق بين المدرب الاجنبي والمدرب المصري هو فرق ال 200 سنه حضاره ما بين اوروبا وما بين مصر، في المينتاليتي بتاعت الشخص اللي بتتعامل معاه. الناس في اوروبا مهتمين بكل التفاصيل، لما مدرب يجي يمرن فريق، يعني مثلا مستر باتريس كارتيرون مثلا وانا في وادي دجله كان مهتم بتفاصيل التفاصيل، كان عنده 30 لعيب واحد واحد، يمكن يكون بيتكلم مع ال 30 لاعب واحد واحد، وعارف ظروف كل واحد في ال 30 لاعب، وعارف الحاله بتاعت كل واحد فيهم، وبيساعد كل واحد، وتحس ان هو ليه دور مع كل واحد في اللعيبه، مش زي بعض المدربين المصريين اللي بيعتمد على 11 لعيب اساسيين وكمان سبعه اللي في اللي معاه في التشكيل يعني، او بيلعبوا بصفه مستمره، وفي 12 13 لعيب مش ما بيشاركوش، فتلاقيهم مثلا بعيد عن التمرين او على طول مشاكل او على طول، لا ما فيش تفرقه. مستر باتريس كارتيرون ما كانش بيفرق، وكان مهتم بنفسيه كل لعيب، وكان مهتم ان هو عمل ايه في اللعيب ان هو ازاي قدر ياثر في كل لاعب واحد من الفرقه، وازاي يبقى عنده بدايل، وازاي ان هو عمل بصمه في على اللعيبه. فهو ده الفرق بين المدرب الاجنبي وبين المدرب المصري، ان المدرب الاجنبي عايز يبقى اثر في كل اللعيبه من وجهه نظر يعني. مستر مانويل جوزيه يعني انا هعتبر ان هو ده احسن واحد انا اتمرنت معاه، وانا كنت الحقيقه منبهر بشخصيته اكتر، شخصيته بالكاركتر بتاع الراجل اكتر من شخصيته التدريبيه، لان انا حاسس ان الكوره ناس كتير جدا بتفهم في الكوره، ومدربين الفروق الفرديه ما بين المدربين ما بتبقاش كبيره، ولكن الكاريزما بتاعه المدرب، فكره، اداره المباراه، والاهم من اداره المباراه ازاي ان هو يقدر يتعامل مع اللعيبه، خاصه لما تبقى بتدرب نادي بحجم النادي الاهلي، احسن نادي في افريقيا، وعندك رموز ولعيبه كبار جدا، ازاي ان انت تقدر تخلي اللعيبه دي تمشي في لاين واحد، واللعيبه دي كلها تبقى اندر كنترول، وتقدر تبقى مسيطر عليهم كلهم، كان هو ده النجاح بالنسبه لي. لكن الفروق الفرديه والفروق الفنيه في كره القدم ما بين المدربين مش بعيده، صعب جدا انك تلاقي مدرب الفرق بينه او الجاب بينه وبين مدرب تاني اجنبي كبير قوي، ده ما بيحصلش يعني، خاصه في المدربين اللي احنا بنجيبهم اقصد في مصر، سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك. فانا ما انبهرتش كتير بفكره التدريبي وان هو ده في التدريب، قد ما انبهرت بشخصيته. ده لا يقلل طبعا من كونه مدرب عظيم وعبقري ومن احسن المدربين او يمكن احسن المدربين في تاريخ النادي الاهلي، على الاقل اللي انا عاصرتهم او شفتهم، لكن زي ما بقول لك كنت منبهر جدا بالنظام، لان النظام لو ما لعبتش كوره في نظام مش هتقدر تنجح، والنادي الاهلي هو سمته النظام، النادي الاهلي سيستم من مجلس الاداره كمان، الاجواء اللي النادي الاهلي بيوفرها للمدير الفني بتخليه ينجح. فانا كنت شايف ان النادي الاهلي ومستر مانويل جوزيه
تلاقوا مع بعض، يعني نفس السمات الشخصيه عند الراجل هي فيها جزء من سمات النادي الاهلي. عشان كده انا شايف ان مستر مانويل جوزيه احسن حد انا اتمرنت معاه، وليا الشرف ان انا اتمرنت معاه ولعبت تحت قيادته. طبعا فرق كبير جدا بينهم وبين المدربين المصريين. المدربين المصريين كويسين جدا وهايلين، لكن يمكن في الفتره الاخيره المدربين المصريين ابتدوا يدوروا على اللايسنس من اوروبا، وحتى يمكن في مصر، وابتدوا يعملوا فترات معايشه في الانديه الكبيره علشان خاطر يقدروا ينقلوا اللايف ستايل بالنسبه للاعيب في اوروبا للاعيب هنا، خاصه على الاقل في النادي الاهلي، عشان لان النادي الاهلي طبعا سابق كتير قوي الانديه اللي هي موجوده هنا. يعني اسلام، يمكن اتكلمت على شخصيه المدير الفني، وانت قلت وده بياكد الكلام اللي دايما بنقوله ان الفوارق الفنيه ما بين المدربين وبعضها مش فوارق كبيره، لكن اللي بيميز مدير فني عن مدير فني اخر سواء مصري او سواء اجنبي هو الشخصيه، الشخصيه القياديه داخل الملعب وخارج الملعب، وعلاقته ايضا مع لعيبته. عايز اعرف منك، انت واحد من اللعيبه اللي اتمرنت مع مستر باتريس كارتيرون في وادي دجله، لكن انت شفت ان هو كان موجود في النادي الاهلي لكن ما قدرش ان هو يحقق طموحات احلام جماهير النادي الاهلي. عايز اعرف منك ايه الفرق ما بين كارتيرون في ولايه الاولى مع دجله، وايه اللي اختلف عنها مع وجوده في النادي الاهلي؟ مستر باتريس كارتيرون لما جه وادي دجلة كان احد اندية الوسط في الدوري، ووادي دجلة ليه تارجت معين انه يبقى في الدوري بشكل كويس. تمام، فالميشن هنا سهله شويه. تمام، واحنا في وادي دجلة، هو لما جالنا كان كابتن حماده صدقي موجود معانا السنه الثانيه، وبعدين النتائج كانت ماشيه، كان في سوء حظ بيلازم كابتن حماده مشي راح ام بي، وجالنا مستر باتريس كارتيرون. مستر باتريس اول ما جه ابتدى يعالج المشاكل اللي عندنا على الاقل الدفاعيه، لان احنا كنا بنخسر يعني، فابتدى يهتم بالموضوع ده جدا، فابتدينا ان احنا هو اسلوبه دفاعي شويه، فابتدينا نلعب المباريات كلها بنظام دفاع المنطقه يعني. وكان معانا في الوقت ده مالودا نجم منتخب فرنسا طبعا، وجالنا في يناير، ومالودا كان بيعمل كور ثابته كويس، فكنا نقدر نكسب مثلا المباريات مثلا من بنالتي من كوره ثابته، لكن كان الاهم ان احنا نحافظ على شباكنا، وكان ده اللي كان بيعمله معنا مستر باتريس كارتيرون، ان احنا اهم حاجه ما يدخلش فينا اهداف، ونطلع متعادلين او نطلع كسبانين. تمام، فده ده كان السيستم بتاعه معانا. انا واحد من الناس شويه في بعض الاوقات كنت حاسس ان احنا ما ينفعش نلعب نفس الفرق بنفس الطريقه، لازم تكون متغير. بالظبط، احنا كنا بنلعب كل مباراه تقريبا بنفس الطريقه، لان هو ده سيستم المدرب، زي مثلا هكتور كوبر مثلا مع منتخب مصر كان بيلعب كل الفرق بنفس الطريقه. فمستر باتريس كارتيرون كان بيلعبنا، حتى احنا لعبنا مباراه ضد النادي الاهلي، واول مره في تاريخ وادي دجله نكسب النادي الاهلي، كسبناه 1-0 بالطريقه دي، كنا 90 دقيقه بنلعب يعني في ال 18، وهجمه مرتده واحده، ده حقيقي، هجمه مرتده واحده كسبنا النادي الاهلي، واول مره في تاريخ نادي وادي دجله يكسب النادي الاهلي. الطريقه دي انا شخصيا كان في بعض التوقيت حاسس انه احنا امكانياتنا اكبر من ان احنا ندافع عمر، يعني حاسس انه ان انا حتى لو قدام الاهلي يا اسلام، يعني انا بتكلم انت لا قدام الاهلي الاهلي تختلف، مش قصدي انا بتكلم لو انت مدير فني وانت بتلعب فرق كبيره ما قدامكش يعني وسيله غير انك تدافع قدام النادي الاهلي، تختلف حسب حاله النادي الاهلي، لان في كل الاحوال النادي الاهلي هو اللي بيفرض اسلوب اللعب في المباراه، هو اللي بيجبرك انك تدافع او تهاجم. النادي الاهلي لما بيبقى متصدر الدوري وماشي بشكل كويس، كل الفرق من اول نادي الزمالك من أول كل الفرق بتدافع قدام نادي الاهلي، ويا رب نطلع باقل خساره. النادي الاهلي لما يبقى يعني نتائج فيها مهتزه شويه الفرق مثلا، خاصه لو عندها لعيبه كويسه، بتحاول تطمع ان هي تطلع بتعادل او مثلا يكسبوا مباراه، وبتحصل يعني، يمكن حصلت في الفترات الاخيره. لكن انا زي ما بقول لك، انا ما بحبش يعني ساعات لما تيجي تروح تقول للعيب انت امكانياتك انك تدافع، يعني مستر باتريس كارتيرون كان بيقول لنا في النادي في وادي دجله امكانياتنا كده، احنا فرقه دفاعيه، فخلاص احنا بقينا عارفين احنا فرقه دفاعيه، دي امكانياتنا. فطبعا انا حاسس ان احنا كانت امكانياتنا اكبر من كده، لكن هو نجح معانا بالطريقه دي. لما جه النادي الاهلي هو كان معتمد دايما ان احنا النادي هيلعب كور طويله زي ما كنا بنعمل في دجله، هي دي طريقته في كل الانديه يعني، حتى كان مع مازيمبيا بيعمل كده. فالنادي الاهلي طول عمره متعود ان هو يلعب كره على الارض، يلعب كره على الارض ويلعب زي ما اوروبا بتلعب، بيبني الهجمه، الكره بتبتدي من حارس المرمى لحد ما توصل للجون، ايام ابو تريكه وايام بركات وايام متعب وايام فلافيو، مرورا بالاجيال اللي بعد كده واللي قبل كده كمان. النادي الاهلي كان بيلعب كره حديثه جدا، وكان النادي الاهلي بيوصل بالكره من جون لجون، وده كان العادي بتاع النادي الاهلي. الطريقه دي بقت جديده شويه على النادي الاهلي يمكن
هو حس ان هي دي طريقته، او حس ان اللعيبه مش هتقدر يبقى عندها امكانيات ان هي تبني كوره مثلا زي مانشستر سيتي مثلا مع جوارديولا، فابتدى يلعب اللعب الطويل، خاصه لما سليف كوليبالي بقى موجود. فيمكن دي شويه من شخصيه النادي الاهلي. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا مع مستر باتريس، انه انا حسيت انه من بعد حسام غالي ما بقاش موجود النادي الاهلي اتاثر قوي، لان شخصيه حسام غالي فارقه جدا، لازم تبقى موجوده في الملعب. شريف اكرامي، عماد متعب، انا قلقت جدا لما حسام غالي وعماد متعب ما بقوش موجودين، وشريف اكرامي ابتعد عن المشاركه، وحسام عاشور شويه اصابات، فحسيت شويه ان النادي الاهلي في الملعب بقى زيه زي الفرق الثانيه، ما بقاش فيه لعيبه اللي هي بعد كده بيتقال عليها رموز في الكوره يعني. فعلشان كده اعتقد ان مستر باتريس كارتيرون ما نجحش مع النادي الاهلي، لانه ما عرفش ازاي النادي الاهلي كان ماشي قبل كده ومفروض يمشي ازاي يعني. اسلام، يعني استمتعت بحوارك جدا، واتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه. انا عارف ان انت خلاص انهيت تعاقدك مع نادي الجندل السعودي، وانت حاليا في انتظار تعاقد ان شاء الله مع احد انديه الدوري الممتاز المصري. ان شاء الله كل التوفيق ليك ان شاء الله، ونتقابل في حلقات جايه كتير. ربنا يخليك عمر، انا سعيد جدا ان انا كنت معاك. بشكر عمر البنوبي جدا مرارا وتكرارا، واشكرك جدا ومتشكر بجد على اليوم الحلو ده، وشكرا. طيب، يعني ده كان الفقره الحوارات الثانيه مع نجم النادي الاهلي السابق الكابتن اسلام عادل. هنروح لفاصل، وبعديها بقى معاكم كابتن مصر والنادي الاهلي او منتخب مصر كابتن خالد العوضي، علشان هنعرف منه بقى اخبار منتخب مصر ايه في كاس العالم لكره اليد، وهيعرفنا موقف منتخب مصر، هل في امل للصعود ولا خلاص الامل انتهى؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله مع الكابتن خالد العوضي، ولكن بعد الفاصل.